أوجلها لكي يقع ضرب الإعلام وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل. في ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل هو ضرب لكل مكونات المجتمع المدني، هو ضرب للحرية والديمقراطية والكرامة، هو ضرب للدستور الذي نريده لتونس، دستور تاع دولة مدنية اجتماعية لكل حظه فيها، لكل عنده الحق فيها، باش الناس الكل تعيش في أمن وفي وئام ومع بعض البعض. تونس صدرها كبير ومستعدة أن تتقبل الجميع، وسوف لن نسكت وسوف لن ننثني على ما يبرمج للاتحاد. ونحن لهؤلاء بالمرصاد، نحن سنبقى من المدافعين الأعداء لمعية كل المكونات وكل محبي الحرية والديمقراطية وكل محبي الخير إلى تونس، إلى كل من ثاروا من أجل التسليم، إلى كل من ثاروا من أجل القضاء على الفقر، إلى كل من ثار من أجل التنمية العادلة داخل الجهات المحرومة. كل هؤلاء نقول لهم أن صوت الاتحاد سوف لن يقبلها، ومن ورائه كل مكونات المجتمع المدني التي هبت في هذا اليوم ذات الضم مع منظمة الاتحاد العام. اللي يلم الزبلة في تونس اسمه زبال، واللي يرميه قدام الاتحاد اسمه نهضة. لا 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 انا قلت لك ما تشمش، قلت لك هذا لازم من الشيخ مظاهرة وخاطب تبديل برشا رسائل ترسل فيهم الحكومة. اسمع فيا سلبيين، هذه مظاهرة من اجل مطالبة بحقوق الناس معينين، وقاعد تحريض عن مسارة على المغرب.